ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. علمت ماروك أخبار يومية من مصادر مطلعة أن مدينة أزمور اهتزت يوم الجمعة 19 غشت على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب وهو في نفس الوقت ابن الفنانة الشعبية السعدية الزمورية رئيسة مجموعة العونيات. وفي التفاصيل ذكرت مصادرنا أن الهالك تدخل قيد حياته من أجل فك نزاع حاد وقع بين شقيقين يعانيان من إعاقة البكم وبين شخص آخر ليقدم أحد الشقيقين على توجيه طعنة غادرة له على مستوى الصدر أردت قتيلا على الفور. هذا وفور قيام الشقيقين المذكورين بطعن الهالك حاول الهروب إلى وجهة غير معلومة، غير أن المصالح الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على المشتبه بهما من أجل تعميق البحث معهما في المنسوب إليهما. ومن جهته تم نقل جثة الهالك الذي كان يقطن قيد حياته بجماعة سيدي علي بن حمدوش في الضفة اليمنى لأم الربيع إلى مستودع الأموات التابع المستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.